من اكتر الكلمات المفتاحيه بحثا على جوجل ازاي اعمل واتساب امريكي عن طريق اي تطبيق او اي موقع بشكل مجاني او مدفوع. دلوقتي في تطبيقين هننزلهم، تطبيق الواتساب والتطبيق الثاني اللي بنحصل على الرقم الامريكي هنا. دلوقتي انا بضغط على التطبيق، بفتح التطبيق معايا بعد ما بنصبه على التليفون بتاعك، هيقول لي هنا ساين اب ولوجن. ساين اب علشان ابدا تسجيل دخول جديد، بكتب البريد بتاعي بس شرط انك تكون عارفه. انا هكتب هنا اي حاجة علشان وقت الفيديو. بعد كده بقول له هنا ساين اب وقول له اي اجري. وبتنتظر شوية يقول لك هنا اد نمبر، انت بس بتضيف ارقام معينة. انت بتضغط هنا الاول على كارد ناو، مجرد ما تضغط عليها بتكتب هنا 3 ارقام 1716 اللي هو 716. بعد كده بتضغط على سيرش وبتختار اي رقم اللي قدامك دول، تمام. بعد كده بتضغط على شراء وهنا لمدة 3 ايام مجاني. خلاص كده قدرنا نحصل على الرقم قدامنا هنا. انا بس هكتب الرقم قدامي على ورقة او اي مكان حواليا علشان ما انساهوش، وبعد كده ببدأ ادخل على الهوم هنا وارجع تاني افتح الواتساب، بضغط على اجري اند كونتينيو وببدأ اشيل الرقم العشوائي اللي هنا وبكتب هنا مكان واحد او الرقم المفتاحي للدولة، وببدأ اكتب الرقم اللي انا لقيته او جبته من عند التطبيق الحصول على رقم الامريكي. برجع تاني على الواتساب واكتب الرقم بعد كده هنا انا بضغط على نيكست. وصلني رقم التأكيد على التطبيق وبدأت اسمعه هنا، وزي ما انت شايف انا حطيت الكود بتاعي وهبدأ ادخل على الواتساب. كده تم تفعيل الواتساب وعملنا حساب على الواتساب ويكون امريكي، وهأكد لكم زي ما انت شايف قدامك في الشاشة. لو احتجت اي حاجة تقدر تتواصل معنا في كومنت، واشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.